التليفوني عملا بأحكام المادة 113 من الدستور، أن أقدم إليكم سيد رئيس الجمهورية استقالتي من منصبي كوزير أول واستقالة أعضاء الحكومة. وأود أن أتمم هذه المناسبة لأتقدم إليكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء الحكومة عن بالغ الامتنان وجزيل الشكر على الثقة التي وضعتموها في كل واحد منا. كما لا يفوتني أن أؤكد لكم تمام مساندتي ودعمي الكامل للمسعى الذي تقومون به من أجل تجسيد برنامجكم الطموح الواعد لبناء الجزائر الجديدة. وإذ أعبر لكم مرة أخرى عن جزيل شكري وعميق امتناني، تفضل السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني بقبول فائق عبارات التقدير وأسمى آيات الاحترام. تحيا الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله. مبدئيا على الاستقالة الجديدة، ولكن تواصلت تصريف المهام حتى تعيين حكومة جديدة. شكرا لكم الجميلة التي درتوها ودخلت بها الحكومة في ظروف صعبة. حكومة راني عارف بلي تلاقات ظروف صعبة أولها الجائحة. شكرا لكم شخصيا والحكومة، شكرا تحياتي. شكرا سيدي.